السجن 3 سنوات لدكتورة تجميل التازي و4 سنوات لزوجته وتبرئتهما من تهم الاتجار بالبشر. فوزي القجع: بعدما كسرنا الهاجس السيكولوجي سنكون سعداء إذا فاز منتخب عربي بكأس العالم في المغرب. المحكمة الرياضية الدولية تطرد محامي الاتحاد الجزائري وترفض طلبه الاستعجالي. نجم المنتخب الوطني المغربي أشرف حكيمي يهدي حجرات مدرسية لتلاميذ إقليم الحوزة. سعد المجرد يتمنى العودة لمهرجانات المغرب عن طريق موازين. ابتسام بطمة تعايد والدتها. يعرض لأول مرة الفيلم المغربي مذكرات يلتقي بجمهور مهرجان تطوان للسينما. شادة حسون تدافع عن الأمن في العراق. فاطمة الزهراء تراكس تجر على نفسها الانتقادات. التفاصيل في هذه الحلقة. الموت يفجع المؤثرة صوفيا أوليحيان. فدوى الطالب تكشف إمكانية التحضير لجزء جديد من صلاح وفاتي. السلام الله عليكم أيها الطيبون والطيبات، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، ودائما جديد الأخبار الحصرية. دائما وكعادتنا وقبل بداية كل حلقة أطلب من كل المتابعين الكرام ألا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب، وأيضا ترك تعليقاتكم تحت الوصف. ولمن يعجب هذا المحتوى فليشارك ولينضم إلى عائلة كوكب الفن. وحتى لا أطيل عليكم، دائما نتوكل على الله ونقول صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. علمت قناتنا لدى مصدر مطلع أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية قد قضت مساء يوم الجمعة ب3 سنوات حبسا نافذا في حدود سنة موقوفة التنفيذ في حق طبيب التجميل الدكتور التازي وبراءته من تهمة الاتجار بالبشر والنصب. وحسب ذات المصدر فقد أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المساعدة الاجتماعية ب5 سنوات حبسا نافذا، بينما حكمت ذات المحكمة على كل من أمينة الممرضة في مساحة الشفاء ب4 سنوات وسعيدة المكلفة في قسم الحسابات بمساحة الطبيب التازي ب4 سنوات. وأصدرت استئنافية الدار البيضاء حكم أيضا في حق كل من المستخدمة في الاستقبال بمساحة التازي، فيما أدينت الممرضة بالمساحة ب4 سنوات نافذة. إلى ذلك تابعت المحكمة المكلفة في قسم الفوترة المتابعة في حالة صراح بسنة موقوفة التنفيذ. دافع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع عن المنتخب الوطني لكرة القدم بعد الانتقادات التي وجهت للأسود بسبب الخروج المبكر من كأس إفريقيا للأمم بالكوت ديفوار، مشددا على أنه بعد الذي حدث في كأس العالم قطر 2022 لم يكن من السهل للجميع لا طاقم ولا اللاعبين العودة إلى أرض الواقع بسرعة والدخول في الأجواء الحقيقية للمنافسة الإفريقية. وأكد السيد فوزي القجع في لقاء خاص بث مساء أمس على قناة أون تايم سبورت المصرية أنه أصبح اليوم الطموح والرغبة في حصد الألقاب القارية قاعدة وحد أدنى لدى الجماهير المغربية، ولدينا مسألة طبيعية، بل طموحنا يتعدى ذلك للمنافسة على الألقاب العالمية. وأعتقد بأن ما فعله المنتخب المغربي في قطر بغض النظر عن النتيجة والرتبة الرابعة عالميا في كسر الحاجز اعترض الأفارقة والمنتخبات العربية لوقت طويل، وسيفتح المجال في المستقبل القريب لأن يفوز فريق عربي وإفريقي بكأس العالم إن شاء الله، ونتمنى أن يكون ذلك في أقرب الأوقات، وسنكون أكثر سعادة لما نحتفل بهذه المناسبة فوق الأراضي المغربية وذلك سنة 2030، وأتمنى أن يكون الفائز آنذاك منتخبا عربيا. وأشار فوزي القجع أن جميع المنتخبات العربية والتي لها تقاليد مع كأس العالم مؤهلة لحصد اللقب، وذلك لما أظهرته من قدرات في السنوات الأخيرة، من بينهم الفريق المغربي الذي أبكى الجماهير العربية والإفريقية بأدائه. وفي سياق متصل اعتبر فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن اختيارنا لتطوير كرة القدم المغربية لم نختر في وقت من الأوقات أن نركز عملنا على المنتخب الوطني الأول، اختيارنا واضح هو تطوير أفقي لكرة القدم الوطنية المغربية في مناحيها، وبالتالي لما نريد أن نقيم هذه الحصيلة علينا أن نقيمها في شموليتها.
علم من مصادر مقربة من المحكمة الرياضية بلوزان السويسرية أن الأخيرة رفضت الطلب الاستعجالي للاتحاد الجزائري لفتح ملف مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربية برسم نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وتضيف مصادرنا أن المحامي الفرنسي للاتحاد الجزائري تعرض لموقف حرج حيث تم الرفض 3 ملتمسات استعجالية قبل أن يتم إخباره بأن الملف صنف ضمن الملفات التي سلكت المصادر العادية والتي سيبث فيها بعد إياب المباراة النهائية التي ستجرى بالقاهرة يوم 19 من مايو المقبل حين سيكون بطل كأس الكونفدرالية قد عرف واختتمت المنافسات. قامت جمعية لاعب المنتخب المغربي وباريس سان جيرمان أشرف حكيمي بإهداء وحدات مدرسية للمديرية الإقليمية للتعليم بالحوزة من أجل وضع بجماعة دار الجامعة لتوفير مكان لائق للتلاميذ والتلميذات الذين تضررت مدرستهم بفعل الزلزال الذي ضرب الإقليم في 8 شتنبر الماضي. ويشار إلى أن حكيمي كان قد أعلن منذ سنة تقريبا عن إطلاق جمعية خيرية تحمل اسمه خاصة برعاية الأطفال والشباب المغاربة في وضعية صعبة بعدما أشرف على تفاصيلها بنفسها. كشف النجم المغربي سعد المجرد يومه الجمعة خلال الندوة الصحفية التي أقامها بمعية زميله الفنان حاتم عمور على خلفية تصوير كليب أغنية تجمعهما، كشف أنه اشتاق لإحياء حفلات فنية ببلده الأم. وشدد سعد المجرد على أنه في حالة أراد المشاركة بأحد المهرجانات الوطنية فمهرجان موازين يعد بالنسبة له الخيار الأفضل. وفي هذا الصدد قال سعد المجرد: كيف ما تعرف الجميع شحال ما غنيت في المغرب جايل شي 7 سنين تقريبا غير السهرات ماشي المهرجانات. وتبعدت المتحدث: بغيت نرجع بشي حاجة كبيرة فحال موازين. عايدت الموديل المغربية ابتسام بطمة والدتها بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام. ونشرت ابتسام بطمة صورة والدتها ليلى الطاسي عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الخاص على موقع انستغرام متمنية لها دوام الصحة والعافية. وكتبت بطمة: عيد ميلاد سعيد ماما بطول العمر إن شاء الله برب تفرحك يا أحسن أم. بدوره هنأ فؤاد خبيب والدة زوجته ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع انستغرام ظهر من خلاله وهو يقبل رأسه. كان جمهور مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يومي الخميس على موعد مع العرض الأول لفيلم مذكرات للمخرج المغربي محمد الشريف تريباق. ويحكي الفيلم عن أول موعد غرامي بين أحمد وهدى في سنوات الثمانينيات والصعوبات التي سيواجهانها من أجل إنجاح الموعد والابتعاد عن مراقبة الأهل والمجتمع، وهو مقتبس من قصة حقيقية. واختار المخرج تصوير الفيلم في مدينة العرائش وبالضبط الحومة التي ترعرع بها، حيث أكد في تصريح لأحد المواقع الإلكترونية أن سبب اختياره هذه المدينة هو قربه ومعرفته الكاملة بها وبناسها. وقال: كنصور الأشياء اللي كنعرفوها، ما كنصوروش الأشياء اللي ما كنعرفوهاش. أنا كنعرف المدينة ديالي فكنبقى غير في المحيط ديالي، لأن هذه أشياء كنضبطها وكنعرف عقلية الناس. وبدوره الممثل الشاب يوسف شغايش بطل الفيلم حضر للعرض الأول وأكد لنفس الموقع أن هذه تجربتها الأولى في فيلم سينمائي طويل، حيث اعتبرها مجرد تدريب خصوصا مع وجود ممثلين كبار في الفيلم. الجدير بالذكر أن فيلم مذكرات للمخرج تريباق يمثل المغرب في المسابقة الرسمية بمهرجان تطوان إلى جانب فيلم أبي لم يمت لمخرجه عادل الفاضلي. قامت الفنانة شادى حسون بالدفاع عن بلدها العراق في ظل الأخبار التي تنتشر يوميا عن جرائم القتل والخطف. وقالت شادى حسون خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي في منصة الإكس: نعم، العراق بلد أمن وأمان مقارنة بالسابق، ويحز في نفسي لما أشوف قنوات عربية وعالمية جرائمها أكبر وأكثر، يركزون فقط على حوادث العراق حتى يظهرون صورة بشعة. دا نحاول كل واحد بمجاله أن نصلحها على مود نرتقي بعراق أفضل، وهذا نابع من حبي لوطني لا غير وكافي مزايدة على وطنيتي.
كما ذكرت أنها تتشرف بعربيتها كما عراقيتها، لأن البلدين عزيزان على قلبها مثل أمها وأبيها. كما أصرت على محبيها لإيقاف الكراهية والتصدي للفتنة، معلقة: لا يوجد ما هو أغلى من الأبوين، نحبهم بنفس المستوى ونفس المحبة. اللهم احفظ آباءنا وأمهاتنا وبلادنا. الجدير بالذكر أن شادى حسون قد ولدت في المملكة المغربية وهي من أم مغربية ووالدها عراقي الأصل. تلقت المغنية الشعبية فاطمة الزهراء تراكس انتقادات لاذعة من طرف رواد موقع التواصل الاجتماعي انستغرام بسبب وصلت رقص وصفها البعض بالجريئة. واستفزت فاطمة الزهراء تراكس متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام عقب نشرها مقطع فيديو من احدث حفلاتها الفنية بالديار الفرنسية، وذلك بعد اسابيع قليلة من ادائها مناسك العمرة. وشن بعض المتابعين هجوما لاذعا ضد تراكس من خلال خاصية التعليقات، وكتبت متابعة: غير صيف التيشي حد في بلاستيك العمرة ولا هاد النفاق. يشار إلى أن المغنية الشعبية فاطمة الزهراء تراكس شاركت قبل فترة صورا لها بالحجاب لحظة أداء مناسك العمرة. فوجئت اليوتيوبرز المغربية صوفيا أوليحيان يومها الجمعة بخبر وفاة أحد أقاربها، حسب ما أعلنت عنه عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام. ونشرت صوفيا أوليحيان مقطع فيديو تكشف من خلاله عن وفاة أحد معارفها ومعارف أسرتها، الأمر الذي تسبب لها في صدمة. ولم تتمكن صوفيا أوليحيان من تمالك دموعها، مؤكدة أنها لحدود الساعة لم تستوعب خبر وفاة الشاب الذي كان يدعى قيد حياته يوسف. وتقاسمت أوليحيان صورة للراحل وكتبت عليها: الله يرحمك أخويا ونعم الأخ ونعم الصديق، عمر طلعتي فينا الراس ولا شفنا فيك العيب. أكدت الممثلة المغربية فدوى الطالب أن عمل جزء ثالث من سلسلة صلاح وفاتي ممكن، خصوصا بعد نجاح الموسمين الأول والثاني. وأشارت الفنانة في حوار مع أحد المواقع الإلكترونية إلى أن شخصيات السلسلة أصبحت محبوبة عند الجمهور المغربي، قائلة: مدمت شخصيات كيحبهم المغاربة راه كل شيء ممكن. الجدير بالذكر أن الجزء الثاني من سلسلة صلاح وفاتي عرض خلال شهر رمضان الماضي على القناة الأولى ولقي استحسانا من طرف الجمهور المغربية. إلى هنا نكتفي بهذا العرض، وأقول لكم شكرا على حسن انتباهكم، ودائما أطلب منكم ألا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب وترك تعليقات تحت الوصف. أستودعكم الله، إلى اللقاء.